السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد هاني. والنهاردة أنا عامل الفلوج ده علشان أوريكم أنا فين دلوقتي قدام الأكوا بارك، فأحب يعني إن أنا يعني أصور لكم وأنا جوه. فيلا نبدأ الرحلة. يا جماعة دلوقتي جه الوقت ان احنا نلبس الهدوم علشان ننزل هنغطس. احنا هنغطس يلا. فيا جماعة انا دلوقتي خلاص غيرت، فيلا بينا. نزلت دلوقتي. فخلاص كده يعني، فاسيبكم بقى عشان عايز اعوم. We'll be right back.
رجعت لكم تاني ودلوقتي جت اهم لحظة، اهم لحظة الوجبة. الوجبة عبارة عن يعني طبعا انتوا شايفين كوبان ازازة مية وكيس عيش بطاطس وبانيه وعلبة طحينة وفي برضو في رز اصفر ورز ابيض والشوك والمعالق. فاستسمحكم يعني انا هاكل، فسلام. ودلوقتي انا رايح عشان الزحليق، اكل الزحليق. انا رايح دلوقتي اركب الزحاليق، فيلا نشوف. الراجل مرضيش، بيقول لي دي بتاعت الصغيرين، فانا هضطر ان انا اروح بتاعت الكبار. فانا طالع دلوقتي الكبيرة، اكبر واحدة هي مش اكبر واحدة اوي يعني، بس انا خاف منها. بالدور يعني، فخلاص استنى. ده بقى ايه ده؟ الله يرحمه كده. ايوه طبعا انتوا شفتوا اللي حصل، يعني انا كنت خلاص هموت، انا كنت هموت. دي هي دي حاجة ما حصلتش، دي حاجة ما حصلتش خالص. ف انا يعني كنت هموت. و انا عايز اوريكم الوجبة الاضافية اللي هي البرجر والبطاطس. فسلام بقى، علشان هو عدى ساعتين عن الوجبة الأولانية، فأنا جعان فعايز أكمل. سلام. وبكده تكون يعني بكده يكون انتهى يوم النهاردة، فمفيش كلام أقوله. فسلام.